ولكن لما جيت هالدين وشفت الدعوة تغيرت أفكاري من الدنيا للآخرة. صور المشهد كله بقى وأنت قاعد من الفيديو. لكن قلت خلاص هذا الدين ما فيه شعر. لكن يوم من الأيام من سامي المحرمين والمركز الصبح الفجر يدخل على رايون. قلت خلاص انحلت المشكلة. يقول الحمد لله على نور الهداية. شفى للصدر راحة واطمئنان. الحمد لله على نور الهداية شفى للصدر راحة واطمئنان. نقرأ من القرآن سورة وآية. نطرد بها ابليس ونخزي الشيطان. وحديث الحبيب لين حماية. غذاء للروح مو يقوى الإيمان. نخرج في سبيل الله المقصد وغاية. نحيي جهد النبي ونرضي الرحمن. ونبعد عن أمراض الأمة سوه وسايه. ولا نستمع الكلام فلان وفلان. أخالف النفس ما اتبع هوايا. ومن اتبع هوى النفس وقع بالهوايا. وافطن تردين الله ما هو حكاية. ومن لم يمتثل لأوامر الله خسران. العمر قصير سريع النهاية. العمر قصير سريع النهاية ومن تغطى بالأيام بردان. أيوة. سلامتك الله يكرمك. الله يكرمك.